دي. ايه ده؟ معلش يا ايمن عايزاك ثانيه واحده. ايه اللي انت عملتيه ده يا لهفه؟ في ايه عملت ايه؟ ليه بتبجعها في الواد؟ انا ما قلتلوش حاجه. في ايه؟ اهو عيط اهو. اكيد مش بيعيط بسببي يعني. بيعيط بسببك يا لهفه، لما شافك افتكر امه. ليه انا شبه مامته مثلا؟ هو يتيم، ابوه وامه ميتين. اوكي طب انا متاسفه جدا، انا اتضايقتك. معلش انا متاسفه قوي. غني له اغنيه عشان يضحك بقى. طب معلش بقى، هو اسمه ايه؟ اسمه شعوذه. ايه شعوذه؟ طيب طب اغني لك ايه؟ طيب اغني لك ايه؟ يا حلوه جدا. طيب سيد الحبايب يا دانا يا انت ميتة. سوري سوري والله العظيم انا اسفه جدا. غني له حاجه يا لهفه. طب اغني له ايه؟ طب هو انت بتحب تسمع ايه شعوذه؟ انا بحب اسمع اغاني شعبي. اغاني شعبي؟ طيب انا كنت سامعاك مشغله اغنيه اقولها، بس قولي اقولها. سوق البنات. سوق البنات كله اماره وانت مين؟ حلو انت مين؟ ولقيتني السوس صاحب توتو ويا نات قوامين ويا نات قوامين. ابيضا يا ايوه ابيضا يا ايوه عيني يما يما عيني يما يما والنبي يما يما عيني يما يما والنبي يما يما عيني يما يما. وتبقى انت تروحي فين؟ والنبي يما يما عيني يما يما والنبي يما 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 والنبي يما يما عيني يما يما. الو استاذ حلواني، انا احمد رأفت معد برنامج الصبح خير. بجد؟ طب اديني اماره. اديك اماره ايه؟ مش حضرتك بعت رساله عايز تطلع معانا انت وبنتك؟ ايوه صح مظبوط، يبقى انت مظبوط. طب يناسبك التصوير النهارده بالليل؟ حلقه النهارده هتبقى على الهوا. النهارده وعلى الهوا؟ اه طبعا. تمام، هنبعت لحضرتك دعوه البرنامج على البيت وتشرفونا النهارده. حالا حالا هجيب بنتي واجي لك على طول. نعم، هي مش طردك من البيت؟ سوري قصدي هجيب بعضي واجي لك على طول. اوكي مع السلامه. لهفة يا وحشني، اديني رنة اديني وانا خلي الدنيا جنة. ايوه كلمني على التليفون. يا لهوي كلمني على التليفون. يا وحشني اديني رنة. ايوه وانا خلي الدنيا جنة. بس يا عم خلاص. ايه ده؟ ها ايه رأيك؟ ايه رأيك ايه؟ انت عملت حاجة؟ يعني ايه؟ ده اللي غنيت كل حاجة ولا اللي لحنت؟ طب بقول لك ايه؟ ايه؟ تاخد بقى حاجة جديدة كده لسه ما نزلتش السوق خالص. اخدها. فن جديد. الفن ده بيمزج ما بين الفن الشعبي وفن الراب. حاجة جديدة كده اسمها فن الشعراب. لا تخلف بقى وحاجات تمرض الواحد، لا مش عايزها. طب بقولك ايه؟ ايه؟ مين اللي هيحاسب؟ بص انا هخش بصوتي وانت هتخش بالارباح. وانا اللي هخش بالارباح؟ اه. انت يا ابن اهبل، انت فاكر ان صوتك ده يجيب ارباح؟ امال يجيب ايه؟ هيجيب صداع في دماغ الناس. بجد يا بابا؟ ايوه يا حبيبتي، الدعوة هتوصل دلوقتي ان شاء الله. انت هتستلميها وتوافقي على طول وتروحي لهم بقى. هما بالعربية هيوصلوك لغاية الاستوديو. بجد يا بابا كمان هيوصلوني بعربية؟ طبعا طبعا يا حبيبتي. بس بقولك ايه، عايزين نعمل حلقة سخنة نار مولعة بإذن الله يا بابا. بإذن الله. عايزك تهزقيني تمام. لا يا بابا انا مش هقدر اعمل كده. علاش يا حبيبتي؟ ده تمثيل كده وكده يعني. بس اه ده انا همسح بكرامتك الارض. أي. ده انا همرمطك. ده انا هفرج عليك امي تلاقي لها الا الله. إيه؟ هخلي اللي بيشتري يتفرج. ايه ده؟ ده ايه يا حبيبتي؟ سوري اقتنعت انا. سوري يا بابا انا اندمجت. انا بقى ايه، هخش في دور الاب الندمان الحزين وهعيط بعديك على طول. هعيط بقى وابتدي اقول شويتين بتوعي بقى، التمثيل التراجيدي بتاع زمان اللي كل العالم يلطم ويبكي لما يشوفه بقى. هنبكي العالم يا بابا، هنبكي العالم. وانا بقى كلمت لكم اهل الحاره كلهم، قلت لهم انكم هتطلعوا النهارده في التلفزيون عشان يتفرجوا عليكم. ادعينا بفضيحه في البرنامج. الهي يا رب يفضحكم فضيحه بجلاجل. شكرا يا خالتي حبوبه. السلام عليكم.
انت مسحراتي يا ابني. لا انا مش مسحراتي. امال انت مين يا ابني؟ استاذه لهفه موجوده؟ انت مالك انت امال استاذه لهفه؟ يا سيدي جاوبني، استاذه لهفه موجوده ولا مش موجوده؟ عادي. يعني ايه يعني؟ وانا حد يطلع يسالني على اختي؟ ايه اختك؟ انت مالك انت ومنى؟ موجوده ولا مش موجوده؟ مش موجوده. طب حلو قوي الكلام ده. استاذ حلواني موجود؟ الله، انت قريبنا. قول لي يا سيدي، استاذ حلواني موجود ولا مش موجود؟ يا عم مش هنا يا عم. هم عايشين مع بعض في البيت الجميل ده؟ مش عايشين مع بعض. مش عايشين مع بعض هنا؟ لا. ازاي مش عايشين هنا في البيت ده؟ يا عم عايشين. عايشين ولا مش عايشين؟ يا عم انت طارق علام. يا عم لا، جاوبني ريح. هتكسبنا حاجه يعني لما اقول لك الحاجات دي؟ ريحني، يمكن تكسب. عايشين مع بعض. عايشين مع بعض هنا؟ آه. بس انا مش عايز اكتر من كده. ماشي، وهكلمهم بقى دلوقتي في البرنامج، اقول لهم ان انتوا نصابين ونور وحراميه، احنا برنامج محترم، ما ينفعش تعملوا معانا الكلام الفاضي ده. يا ابني اللي نصابين، يالا يالا كلم اللي اتكلم ولا احنا يهمناك. بتخبط على البتاع كده انت مجنون؟ انت تعرف ده ايه عشان تخبط عليه كده؟ انت بتقول انا مجنون؟ ده انا حماده الجزمه ما قالهاليش الجمله دي. عشان جزمه. يا نهار احوز، ده انت بقى انت تقول على لي جوه. تعالى لي، تعالى لي جوه، تعالى لي جوه. انا هنفضك هنا يا، انا اللي هيجي قدامي من الشقه تاني هنفضه، واحنا ساكنين في الارض يا بهايم. لا يجي انا هنفضه. ياه جراس مرتضى، الناس عايز تتفرج على ماتش برشلونه يا اخي. ماتش ايه؟ برشلونه يا ابني. ما تخلينيش احرجك يا ابني قدام مين اللي بيلعب في برشلونه؟ ميسي. اه شفت حمار اهوت، ميسي بيلعب في تشيلسي معروف يا حبيبي. تشيلسي؟ اه يلا يا عم. لا يا عم مش عايز نتفرج على البرنامج. بقول لك يا رجاله، ولاد حتتكم طالعين على البرنامج، مش لازم نتفرج عليهم ونشجعهم ولا ايه؟ اهو نشجعهم ولا ايه؟ يعني هم طالعين في برنامج البيت بيتك يا خي. اوه بقى حسبي الله ونعم الوكيل. المشاريب كلها عند بوندو يا رجاله، محدش يدفع حاجه. هتشوفي دلوقتي لهفه وحلواني وهما بيمثلوا مع بعض. انا قلبي مش مطمن، خايفه عليهم قوي ليتكشفوا. لا عيب عليك، اوعى تقولي كده. لهفه وحلواني الاتنين ممثلين جامدين قوي، وبعدين دي فرصه وجات لهم وهيبقوا تحت الضوء. عايز ايه يا مش هفكك، مش هفكك. عايز ايه؟ فكني يا عم خلاص، وانا همشي يا عم. فكني. هتقول لهم في البرنامج؟ هقول لهم بس مش يعني مش اسعد الله مساءكم دائما واهلا بيكم، وحلقه جديده من الصلح خير. الاديب الانجليزي المشهور برنارد شو ليه جملة شهيرة جدا بتقول: لو ما كنتش انت تدلعني مين هيدلعني؟ دلعوا بعض، حبوا بعض، خافوا على بعض يا كل زوج وكل زوجة مصرية. ليه النكد؟ اي مشكلة اسرية في علاقات زوجية بين زوج وزوجة مقدور عليها وتتحل، لكن لما بتكون المشكلة بين اب وبنته لا، احنا كده قدام مشكلة حقيقية، مشكلة كبيرة. ودي تودينا للمثل السويدي اللي بيقول: مين حبيب بابا؟ مين روح بابا؟ علشان خاطر مين بابا يخاطر يتعب 100 سنة؟ لآخر المثل. مشكلة النهاردة أب تجرب من كل معاني الأمومة، فقد هذه الغريزة، قسي على بنته، هجرها، ما صرفش عليها. خلونا النهاردة نستعرض مشكلة أب أناني، أب جاحد. خلونا نرحب بهذا الجاحد، الأستاذ حلواني. بس كله بقى، كله يمين، كله يمين. بس بس وقعد. بعد لحظات هتظهر لنا من مخرج محطة مترو سكنات المعادي الآنسة لهفة بنت الجاحد. عيلة جحدة، هذا الأب بكل ما أوتي من بخل قرر إن هو يضن على أولاده، أنا آسف طبعا في كلمة أولاده، بدأ يضن عليهم جدا لحد ما هجرهم ومشي. استاذ حلواني ايه المبرر؟ الموضوع سعاده البيه في اب بيشقى عشان ولاده وعشان بنته الكبيره
سعادتك عارف جيلي الايام دي بتتعب يا استاذ حلواني؟ طبعا اتعب، انا ببقى دايما منهك القوه وبجيب اللي هم عايزينه بفسحهم، وده انا في شم النسيم يا سعاده البيت هارتهم بيض بيض الصبح الظهر فسيخ بيض وفسيخ. مش مقلق ده؟ طيب مأمنين البيت؟ طيب لا يا فندم، لا 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 الحمد لله. أنسة لهفة، أيوة واضح إن الأب تركيبة مش سهلة، يعني إيه مشكلتك معاه؟ هو حرمنا من حاجات كتير قوي، أصل الأب مش بيض في شم النسيم وفسيخ والحاجات اللي لا الأب مش بيض في شم النسيم طبعا. لا طبعا لازم يبقى في ما بيننا تفاهم، لازم يبقى في علاقة كده فيها خد وهات طبعا، لازم يبقى في لينك ما بيننا. أكيد اللينك ده مش موجود.